النادي الأهلي العظيم في كل مكان. مساء الخير، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي بره مصر وجوه مصر. حلقة جديدة من البيت الكبير، بقينا نفتقدكم حتى لو غبنا يوم 24 ساعة. ده طبعا بسبب انه في مباريات بتحصل ساعات في ايام الاسبوع اللي احنا بنكون متواجدين مع حضراتكم فيها من الحد للخميس احيانا، فبيكون الاستوديو التحليلي طبعا مشرف، واحنا طبعا يعني لازم يكون في تحليل للمباريات بشكل تفصيلي، بس احنا بنفتقدكم جدا. والحقيقه النهارده حلقه افتكر ان هي هتكون مختلفه جدا، هنناقش معاكم مواضيع كتير وعندنا كلام كتير قوي هنقوله لحضراتكم، بس تابعوا البيت الكبير. اهلا بك يا كابتن هاني. مساء الخير يا سهام. طبعا مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي، مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من ايام البيت الكبير. النهارده حلقه ان شاء الله تكون مختلفه، في اخبار كتيره جدا جدا تهمكم وتهم الساحه الرياضيه، عندنا كواليس كتيره جدا جدا، لكن زي ما احنا متعودين دايما في يوم الثلاث عندنا حلقه خاصه، او يعني حاله خاصه زي ما بنقول، والكلام خارج الصندوق طبعا مع الناقد الرياضي عمر البنوبي. هنتكلم عن مشوار المحترفين، هنتكلم على الكره العالميه، هنتكلم على التسويق العالمي، حاجه بره الصندوق شويه. ويمكن الحلقه اللي فاتت كانت يعني عملت اقبال غير طبيعي ونجاح غير طبيعي، عمر البنوبي من الشخصيات المحترمه جدا، هنتكلم معاه في ملفات كتير. وطبعا الفقره الثالثه زي ما متعودين في البيت الكبير معانا نجم من نجوم النادي الاهلي وكان زميل سابق على المستوى الاحترافي، معانا الكابتن ياسر رضوان نجم النادي الاهلي السابق، هيكون معانا في الفقره الثالثه. طيب في بقى كلام كتير قوي عن مباراه امبارح، والحقيقه احنا هنا مش علشان نحلل المباراه بشكلها الفني، ان احنا عارفين كلنا او اللي تابع طبعا او بيتابع المباريات او الدوري من الاول خالص عارف كويس قوي انه الاهلي هو بطل الدوري السنه دي وزي كل سنه، والحسم صحيح اتاجل. انت النهارده لما بتتكلم عن مباراه تم تاجيل حسمك او الدوري النهارده يعني تم حسمه المباراه جايه او جوله جايه، ده طبيعي جدا وبيحصل جدا، وده حضراتكم عارفين انه الاهلي امبارح تعادل مع الاتحاد السكندري بدون اهداف بفعل فعل، وكلنا عارفين من هو الفاعل. طبعا كلنا عارفين انه كابتن ابراهيم نور الدين هو كان حكم مباراه امبارح، كان معاه طاقم التحكيم خاصه طبعا حكام الفار محمد سلامه كان حكم فيديو، مبروك نبيل مساعد حكم الفيديو، وده بعد ما منعوا وكلكم شفتوا ده على الطبيعه الاهلي من ضربه جزاء، ضربه جزاء كانت صحيحه لحمدي فتحي، وتغاضوا ايضا عن طرد خالد قمر، خالد قمر اللي كان المفروض استحق على بطاقه صفراء، والحقيقه انه ارتكب خطا تاني كان المفروض يحصل على بطاقه صفراء تانيه كانت تؤدي الى طرده، وده ما حصلش. مش بس كده، طرد احمد فتحي كمان كان في ردود افعال مختلفه عليه الحقيقه، البعض قال يستحق الانذار، البعض الاخر قال لا يستحق. الحقيقه انه كابتن ابراهيم نور الدين الحكم كعادته أثار العديد من علامات الاستفهام في مباراة امبارح، وكأنه كان يعني أو متخصص في إدارة المباريات بشكل شائك أو لافت للنظر أو عايز يلفت النظر. الحقيقة أنا مش عارفة، عندي كذا سؤال لكابتن إبراهيم نور الدين. امبارح يمكن برضو شفنا بيضيع وقت كبير جدا جدا وفي زي شو أو تمثيل في بعض الأحيان، وكأن يمكن يعني عارف اللي هو ايه على رأي اللي قال هجوم، يعني في ميول سينمائية غريبة جدا يعني مش طبيعية، يعني أنا مش فاهمة لحد دلوقتي لم يتم اكتشافه بعد. احنا مش بنتكلم النهاردة علشان الأهلي اتعادل أو بنحاول ان احنا نبرر أداء الأهلي اللي ما كانش على المستوى المطلوب، احنا هنا بنتكلم علشان لازم يكون في عدالة تحكيمية، لازم يكون في عدل في استخدام الفار. مش معنى ان احنا عندنا فار يبقى الاخطاء التحكيميه انتهت، ما انت النهارده مين اللي بيتحكم في الفار؟ بشر، بني ادم. الاهلي بعد تقنيه الفار الحقيقه خسر نقاط كتير، وظهر الظلم التحكيمي ده مع ان المفروض ان الفار ده يحقق العداله بشكل كبير، مش هقول لك بنسبه 100% بس على الاقل بنسبه 80 90%. امبارح اللي حصل قدام الاتحاد السكندري
كان في علامات استفهام كتيرة جدا. ضرب الجزاء صحيحة لحمدي فتحي ما تحسبتش، أمام الزمالك ضرب الجزاء صحيحة لوليد سليمان، أمام أسوان كان في ضرب الجزاء صحيحة لجيرالدو، أمام الإسماعيلي كان في ضرب الجزاء صحيحة في حاجات كتيرة جدا لم تحسب. 4 مباريات فيهم أخطاء تحكيمية فجأة، ومع ذلك إحنا بنعدي ونطلع هنا نقول الحكم عليه علامات استفهام ونسكت بس في يعني مشكله كبيره جدا. لا طبعا في مشكله، في مشكله كبيره طبعا في التحكيم. وزي ما انت بتقولي يا سهام، احنا دايما متعودين ان احنا دايما سبورت، وانا على المستوى الشخصي دايما نخلي بالنا على حكامنا المصريين، نخلي بالنا، خلينا دايما سبورت ان لازم نقف جنب الحكم المصري بشكل كبير. لكن يمكن المباراه امبارح انا شفتها بشكل مختلف شويه. الرياكشن والرد فعل الحكم كان غير طبيعي بالنسبه لي. ممكن تروح للبار، ممكن تحسب ضرب الجزاء، لكن الشكل الغريب جدا ان هو بيصفر صفاره جامده جدا وبيشاور، يعني حركه انا بالنسبه لي يعني ناصر صلاح يعني حركه مستفزه جدا. يعني اولا موضوع امبارح كان اوفر قوي، اوفر اكتنج يعني هو موضوع مستفز. حتى يعني انت كمان لما يكون حكم المفروض تكون متزن شويه، الحكم لازم يكون واقعي بدرجه كبيره. حتى لو في ضرب جزاء، احنا طبعا انا شايف من وجهه نظري يعني في خطا حصل، ضرب جزاء مش ضرب جزاء ده مش قصتنا، لكن يعني خلينا حتى نشوف دلوقتي، هو دلوقتي الحكم رايح يشوف اذا كان في ضرب جزاء والفار بيشوفه، وبدا كمان يتناقش بشكل عصبي جدا حتى مع حكام المساعدين بتوع الفار. يعني احنا دايما بنشوف في اوروبا ان بيكون مفيش رياكشن وانت بتكلم الحكام الفار، ما بيكونش فيه رياكشن على وشك، ما بيكونش فيه العصبيه ديت موجوده، والحركات بتاع الايدين ورجع لي دي شويه، يعني حتى ديت بتكون للاسف حكامنا لسه ما وصلوش لمرحله احترافيه بالنسبه لموضوع الفار. يعني احنا شايفين دلوقتي على الصوره في كلام كتير من حقك تتكلم، لكن القصه كلها انك بيشوف ورجع لي ديت، طب رجلين مرفوعه، طيب هو اللاعب يعني نازل بدماغه، طب نازل بدماغه لمرحله ان هو ما تتحسبش فاوي، اهي دي بقول عليها الرياكشن الكبير قوي، ويلا ضربه جزاء على النادي الاهلي. في ايه يا جماعه؟ ضربه جزاء لو انت شايف انها ضربه جزاء خلاص، تيت بتشاور على نقطه ضربه الجزاء، ضربه جزاء خلاص. لكن الاوفر رياكت دوت والاكشن اللي عمله ده بيكون ليه كمان ردود افعال على اللعيبه. انت بتستفز يعني لعيبه النادي الاهلي، وخلينا نتكلم حتى ردود افعال النادي الاهلي. احمد فتحي تقبل الامور، بدا يناقشه بهدوء شويه، لكن كان في استفزاز، كان في استفزاز واحد. ده دايما بنقول ان موضوع الفار ده عندنا مشكله فيه، لكن على مستوى التحكيم انا بتكلم دايما، انا سبورت للتحكيم وبنقف، لكن الموضوع زاد عن حده بشكل كبير جدا. الرياكشن ده ما كانش مطلوب خالص. لو اتكلمنا على الفار، لا يعني الفار عنده اخطاء كتيره جدا جدا على مستوى النادي الاهلي. زي ما انت قلت سام، 3-4 ضربات جزاء ما اتحسبوش للنادي الاهلي. انا ما بتكلمش دلوقتي على حسم البطوله، كلنا نتمنى ان النادي الاهلي يحسم البطوله امبارح كجماهير النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي، نحسم البطوله امبارح. لكن النادي الاهلي ان شاء الله هو بطل الدوري، ما عندناش مشكله في الحته ديت. لكن اللي عندنا مشكله فيه ان الناس حتى بدات بعد كده تتكلم، قبل كده بيقول لك اصل الفار، قبل الفار النادي الاهلي ما كانش بيكسب، بعد الفار لا. احنا شفنا الجزء الثاني، جزء التحكيم زي ما اتكلمت فيها يا سهام. عايز اسالك سؤال. اتفضلي. انت النهارده كلاعب في الملعب انت وفرقتك، لما بتحس ان في تحامل من قبل الحكم او ان في مفيش حياد ومفيش حمايه ليك، انت بتكمل ازاي؟ يعني انت الموضوع بتكون. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انت النهارده احمد فتحي لما نزل يلعب في الشوط الثاني، انت اول 10 دقايق حصلت على انذارين طرد، انت ما اديتلوش فرصه. لا هي الموضوع احساس اللاعب نفسه، يعني انت بتساليني كلاعب. انت في الملعب. انا في الملعب على طول، يعني خلينا اقل حاجه بيخرجني عن التركيز، يعني الخروج عن التركيز ده بيقلل من مستواي البدني والفني. فانا لما بحس ان في تحامل شويه، يعني انا ممكن جدا يبقى اكلم فرقتي، لا نشد حنا، احنا ساعات كتير جدا احنا بنقول بيننا وبين بعض، لا يا جماعه احنا الماتش ده احنا بنلعب ضد الحكم وضد الجماهير، ده نوع من انواع التحفيز، انك يبقى عندك الاثنين من المنافسين. وساعات يعني بنتكلم كتير، انت بتلعب ضد الحكم وضد الارض وضد الجماهير وضد الجو، ساعات لما بنكون نلعب في افريقيا في اجواء صعبه شويه، فده بنتكلم فيه. لكن في وسط المباراه، مباراه للتتويج، ممكن ده تخرج لعيبه النادي الاهلي شويه عن التركيز، يبقى تركيزها
بيخرج شويه او بيقل شويه. وزي انت ما بتقولي احنا ما بنبررش اداء النادي الاهلي امبارح، النادي الاهلي امبارح ما كانش على المستوى الاداء المطلوب او على المستوى اللي احنا كنا نتمناه للنادي الاهلي، انك لا انت نازل لازم تدوس من اول دقيقه، لازم تقول انا بطل الدوري النهارده. الكلام ده كان في الشوط الاولاني مش موجود، بيظهر في الدقائق الاخيره، ودايما الدقائق الاخيره بتاعت النادي الاهلي، لكن احنا عايزين ده من البدايه، انت تنزل من بدايه الماتش تقول للناس كلها وبتقول للعيبه الاتحاد مع احترامي للفريق الاتحاد الموضوع. ان احنا جايين النهارده عشان نحسم الدوري، الكلام ده ما كانش موجود. لا. فما احنا ما بنبررش للنادي الاهلي، لكن ما طلعنا عملنا كده بصراحه، لكن إيه؟ النادي الاهلي يعني دايما دايما خلي بالك كمان رغم المواقف دي كلها سام موضوع مهم جدا ان النادي الاهلي ما كان التعليق على الحكام كان في فترات صغيره وبشكل مهذب، لكن الامور توصل للدرجه ديت. وانا بصفه شخصيه يعني اول مره اشوف رياكشن حكم بهذه الطريقه انه بيحسب ضربه جزاء، ف يعني الموضوع كان خارج اطار شويه الروح الرياضيه، كان فج جدا جدا، وكل الناس يمكن الموضوع ده اثار حافظتها. والحقيقه كان في رد فعل سريع جد برضو سريع جدا على الظلم التحكيمي اللي حصل امبارح او اللي اتعرض ليه الاهلي. اداره النادي الاهلي ارسلت خطاب لاتحاد كره القدم بتطالب فيه بايقاف الاخطاء التحكيميه غير المبرره واللي شهدتها امبارح او مباراه امبارح، وتحديدا يعني الاهلي والاتحاد السكندري. ده طبعا في مباريات كتيرة جدا زي ما اتكلمنا وفي أخطاء تحكيمية ارتكبت بشكل مفج في مباريات سابقة مش بس مباراة الأهلي والاتحاد امبارح. الإدارة أكدت على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام اللي بيتم تعيينهم من قبل اتحاد الكورة للوقوف على هذه الأخطاء التحكيمية أو الحد منها. خلينا نقول الإدارة كمان إدارة النادي الأهلي طلبت بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة امبارح اللي بيحاول وباستمرار انه يستفز مشاعر اللعيبة والجهاز الفني وبيصدر بحقهم مثل هذه العقوبات. كمان إدارة النادي الأهلي أكدت على ضرورة تحديد طريقة أو يعني شكل أو طريقة ذات معايير واضحة بتختار بيها الحكم الحكام اللي بتتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم بشكل عام. كمان جاي في الخطاب ده خطاب النادي الأهلي للاتحاد النهاردة أنه الحكم اللي أدار مباراة امبارح يدير المباراة الرابعة للأهلي هذا الموسم والثانية خلال 12 يوما، في حين أن الحكم المصنف رقم واحد لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهلي. كما أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيفان بيبيك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة إيه؟ طبعا ده حصل في أوروبا، واستبعاده من قبل لجنة الحكام في الاتحاد السعودي أيضا ده بسبب أخطاءه أيضا الفجة، وهو نفس الحكم لو حضراتكم تتذكروا اللي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم اللي فات وأثارت قراراته غير الموفقة في التوقيت ده جدل كبير جدا. وللأسف لجنة الحكام النهاردة بدأت يعني ترتكب نفس الأخطاء ديت في حق النادي الأهلي واللي بتخالف جماعها قانون كرة القدم. وطبعا إدارة النادي الأهلي شددت على ضرورة إرساء العدالة بين الأندية المنافسة والالتزام بمبادئ وقوانين كرة القدم المصري. زي ما بقولك بيان محترم جدا من النادي الأهلي، وزي دايما بقولك حتى لو النادي الأهلي في أوقات كتيرة جدا بيكون فيه ظلم تحكيمي، لكن هو دوت النادي الأهلي تاني، هو ده النادي الأهلي بيطلع بقرار محترم جدا ما تطرقش بشكل كبير للأخطاء التحكيمية، وبيقول إن أنتم ما ينفعش إن في حكم بيحكم لي 3 مرات أو 4 مرات في خلال 12 يوم. لا إحنا علينا علامة استفهام على ديت. موضوع كمان إن موضوع الفار إن لازم يكون فيه كمان رخصة، لازم نشتغل برخصة ولازم يكون في إعداد جيد جدا للحكام اللي بتشتغل على الفار، إن التقنية، ودي اتكلمنا على الموضوع ده كتير جدا وإن شاء الله هنفتح كمان الملف دوت مش هنقفله، موضوع الفار هنناقشه هنا في البيت الكبير، إن لازم يكون في رخصة وفي تدريب كتير جدا للحكام على مستوى المساعدين الفار اللي جوه الأوضة اللي بيشوف وعلى مستوى حكم الساحة، كل ده مهم جدا جدا إن احنا نتكلم فيه. لكن بيان محترم من النادي الأهلي تاني بيقول إن احنا يعني بنقول خلي بالكم يا جماعة يعني تعيين الحكام وخاصة احنا
زي ما بقول احنا في الخطوات الاخيره ان شاء الله اللقب كده كده محسوم، لكن عايزين نتكلم كمان على المستقبل ونتكلم على مستوى التحكيم. لما النادي الاهلي يطلع بيان زي دوت، هو كمان بيشجع اللجنه الخماسيه، بيشجع الحكام لا خدوا الرخص واتمرنوا بشكل افضل. وموضوع تعيين الحكام لمباريات النادي الاهلي، يعني حكم 4 مرات في خلال مده صغيره، لا يعني احنا يعني كمان النادي الاهلي في حاجات لازم يقف عندها، وده اللي بيقف عندها الاداره بشكل واضح. وده اللي بقينا النهارده وضحه اكيد يعني بشكل تفصيلي طبيعي. وبعدين اذا كان لو انت ما عندكش الفار كنا عملنا ايه؟ يعني كل ده انت بتتكلم وانت عندك الفار التقنيه دي. الفار محتاج فار يعني. الفار محتاج فار فعلا يعني للاسف. احنا كنا نتمنى يبقى في التقنيه بتساعد، اكيد بتساعد العالم كله في ان الاحكام تقل، يعني الحكام يقللوا من اخطائهم لحد كبير، لكن لغايه دلوقتي في مصر اعتقد يعني ما وصلتش للدرجه اللي احنا حتى كنا نتمناها. ده نتيجه حاجه، نتيجه زي ما بقول لك تدريب الحكام، الرخص اللي الحكام اللي بيحصلوا عليها لازم يكون بروفيشنال، لازم يشتغل عليها كويس قوي. احنا بنقول دي خطوه، لكن يعني خلينا نتكلم دايما، نتكلم للافضل دايما، عايزين حكامنا الافضل دايما، عايزين كورتنا الافضل. فاتمنى الموضوع الفار دوت والتحكيم يبقى يمشي بشكل افضل ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب ده كلام مهم جدا جدا، والحقيقه برضو يمكن في الوسط الرياضي في الفتره الاخيره في تعمد على الخداع يا جماعه. كل واحد النهارده بيطلع بيحاول انه يخدع جماهيره، وبيصدر مشاكل الاهلي ان هي مشاكل يعني لا حصر لها ومش موجوده في اي فرقه تانية. وفي كلام يمكن هنقوله لكم كمان شويه، يعني اللي هو يعني بص على نفسك حضرتك وبعدين اتكلم. طبعا احنا بالنسبه لنا الهدف معروف، والغريب انه النهارده اللي بيطلع يتكلم عن نتائج المباريات سواء في كره القدم او اي كره تانية، طايره، سله، باسك، اي حاجه، انت لا كسبت دوري ولا كسبت سله ولا كسبت طايره، وبتتكلم بناء على ايه؟ ده برضو سؤال موجه، عايزين الحقيقه اجابه. بلاش نحاول يعني او تحاول تجمل الصوره لجماهيرك وتضحك عليهم بنتيجه مباراه احنا فارقين، يعني فارق النقاط عن اقرب منافسينا كبير جدا، فانت النهارده طالع تشمت، ما هي دي الفكره، وطالع تتريق على ايه بالظبط؟ هي على ايه؟ خلي بالك دايما يعني اللي بيطلع يتريق ويطلع يشتم ويطلع يقول، وكان في ناس كتيره جدا جدا شمتانه في النادي الاهلي امبارح، انه ما اصل كمان الموضوع اللي انت الموضوع اللي انت شمتان فيه ده موضوع كمان يضحك. انت شمتان في النادي الاهلي انه يا عيني النادي الاهلي ما حسمش البطوله قبلها بثمان اسابيع يعني منطق غريب جدا. وانت هتبص في جدول الدوري هتلاقي نفسك يعني يا رب تطلع مركز ثاني وتلعب افريقيا او تاخد مركز ثالث. يعني الموضوع حتى النظره فيه بتبقى، انا بالنسبه لي نظره كوميديه جدا. انت بتشمت في حد ان هو ما حسمش الدوري قبلها بثمان اسابيع؟ لا ان شاء الله الدوري محسوم، وزي ما بنقول يعني عندك مشاكل كتيره جدا جدا، وعندك امور غير احترافيه بشكل كبير جدا. بس احنا دايما متعودين، والناس يمكن كان بتلوم علينا في بعض الاوقات ان احنا واخدين سكتنا وان احنا ما بنبصش غير لنفسنا بشكل كويس. حتى الانتقاد بيكون على شكل محترم وشكل اعلام بيحترم المشاهد. احنا ممكن جدا كنا نطلع ونعمل كوميكس كتير جدا ونطلع فيديوهات ونجيب فيديو من هنا يضحك وفيديو اصل ده بيقول ويضحك، ده سهل جدا يتعمل. لكن احنا بنحترم القناة اللي احنا شغالين فيها، بنحترم أنفسنا، بنحترم الكيان اللي احنا شغالين فيه. لكن الموضوع اللي احنا ممكن نعمل كوميكس هنعمل كوميكس ونضحك الناس، لكن احنا دايما بنتكلم بلغة الأخلاق، دي مبادئ النادي الأهلي، بنتكلم بلغة المبادئ، دي مبادئ النادي الأهلي. يعني أكتر حاجة ممكن نقولها بص لنفسك، يعني بص لنفسك وبص لمشاكلك وبص للسي في الطويل العريض. لو احنا خدناه من أوله لآخره هنلاقي سي في للأسف يعني خارج نطاق الروح الرياضية بشكل كبير جدا جدا يا سهام. اللي بيحترم نفسه يا ماشي هو ده اللي إيه يعني، مش عارف أقول إيه. بصوا عشان أنا هتكلم دلوقتي في موضوع يخصني أنا الحقيقة شخصيا، وأنا يمكن من المذيعات وأبتدي يعني أجزم بده إن أنا من القلائل جدا اللي بتطلع تتكلم عن نفسها أو تطلع تسوق لنفسها. أنا مش من المذيعين أو المذيعات دول تماما على الإطلاق، والحقيقة في ناس كتيرة جدا ما تعرفش عني حاجات كتير. أنا بتكلم ليه في الموضوع ده النهاردة؟ لأنه بقى فيك قوي وبقى منتشر قوي وعليه لغط كبير جدا، والحقيقة اللي حصل النهاردة كان لازم أطلع واتكلم وارد لأن مش أول مرة تحصل. أنا في أكاونت فيك
مش حقيقي. في ناس كتيره جدا مستنيه تسمع الكلمتين دول. الاكونت الفيك ده قدام حضراتكم دلوقتي، حاطط اسمي وصورتي على تويتر بالاخص، وبيكلم صاحبه على انه سهام صالح. انا الحقيقه يعني اكدت ده اكتر من مره، سواء على رسائل خاصه الناس اللي بتبعت لي، بحاول ان انا ارد على كل، انا في ناس كتيره جدا جدا بتبعت لي. انا الحقيقه يا جماعه ما عنديش اي حساب على تويتر، وما اعرفش تويتر ده بيشتغل ازاي، ما عنديش اي حساب على تويتر. انا حسابي الرسمي على انستجرام متوثق قريب، حسابي على فيسبوك البيج الكبيره بوثقها دلوقتي والتوثيق ده في الطريق. انما النهارده حد يطلع ويتكلم بلساني على تويتر ويتكلم او زي ما كان كاتب النهارده ان النهارده بيهاجم لعيبه الاهلي، والنهارده رجل المباراه والشناوي وهاجم فرقتنا، للاسف ده شخص مش ذكي، لانه بيهاجم الاهلي وبينتقد الفريق بعد مباراه الاتحاد. وامبارح الحقيقه، وده انا لا يمكن اعمله، انا اهلاويه من زمان، ولما كنت في ام بي سي مصر كان ده معروف عني، وكنت بانتقد، وكانوا دايما يقولوا لي لازم تكوني حياديه. وانا دايما مع فكره انه الانسان او المرء، في حكمه تقول لك ايه، المرء لا يستطيع ان يفلت من انحيازاته الاولى. انا اتولدت اهلاويه، وانا شايفه انه مفيش حاجه تمنع ان تقول، ان يعني حاجه تقول ان انا ما اعلنش انتمائي او اعلن انحيازي، طالما أنا بتكلم عن الطرف الآخر بكل احترام وبكل تقدير وبكل إنصاف. مفيش حد يقدر يجي يقول لي أنت بتقولي إن أنت أهلاوية ليه؟ أو بتشتغلي في قناة الأهلي ليه؟ مفيش حد يقدر، أو حد يقدر ينتقدني أو يهاجمني. أنا الحمد لله لا مذيعة بتحب الشو، ولا بحب إن أنا يتسلط عليا الضوء علشان بس الناس تتكلم عني. أنا في حاجات كتيرة جدا عدت عليا كان ممكن تطلعني ترند اول امبارح، مش امبارح. الموضوع خلي بالك، بقول لك يا كابتن هاني، الموضوع لو اي حد عايز يطلع ترند هيطلع. انا من الناس القليله جدا اللي لا بتتاجر بحياتها الشخصيه ولا بحياتها العمليه، ولا اطلع اقول ده عمل فيا او حياتي تكون مشاع للناس. لا مش مطلوب انا طبعا. مش من الناس دي انا بتكلم بصفتي سهام صالح اللي مش مذيع، مش مذيع يعني خارج نطاق العمل يعني. انا بقول الكلام ده للناس اللي ما تعرفنيش. الناس اللي تعرفني عارفه الكلام ده كويس عني قوي، وعارفه ان انا لما بدخل اي مكان اشتغل بيه فيه بشتغل بالسي في بتاعي. انا لا محسوبه على اشخاص، ولا معروف محسوبه على شله، ولا محسوبه الحمد لله على حد خالص. والحقيقه انه كابتن وليد صلاح الدين برضو يعني دخل يرد على الاكونت الفيك، فاكر انه الاكونت بتاعك، ودخل يقول لك بقى ما ينفعش ان سهام صالح في قناه النادي الاهلي تعمل كده على حسابها على تويتر. يا كابتن وليد ازيك؟ عامل مشاكل ليه يا وليد؟ مساء الخير يا وليد، عامل مشاكل ليه؟ ازيك يا استاذه سهام؟ ازيك يا كابتن كبير حبيبك يا كابتن؟ ازيك يا وليد، عامل ايه؟ وحشني. وانت كمان والله. اخبارك ايه يا نجم؟ شياكه شياكه يعني، انت حبيبي يا وليد. طبعا الموضوع اللي بتتكلم فيه سهام طبعا مهم، وانت هترد عليه، بس عايز يعني نتكلم فيه الاول ولا نتكلم عن النادي الاهلي؟ نتكلم عن المهم. لا طبعا عن النادي الاهلي. انا عايز اكلمك والمباراه بتاعت امبارح. عايز اكلمك يا وليد طبعا في جزئين، الجزء الفني للنادي الاهلي امبارح، وكمان على مستوى ما بعد المباراه، ردود الافعال على السوشيال ميديا ما بعد المباراه، وال يعني بما بين قوسين كده ما بحبش اقول الكلمه دي، لكن التحفيل للاسف على نادي هو بطل الدوري، التحفيل على نادي بيحقق ريكورد على مستوى النقط، على مستوى الاهداف، على جميع المستويات يعني. وكمان الحوارات والكلام اللي بيطلع من للاسف من بعض المنافسين، اللي هم لو بصوا حتى نفسهم هيلاقوا نفسهم يعني بيبصوا العالي قوي، يعني النظره بتبقى فوق قوي، ده في 20 سلمه، ده في 20 نقطه، فاهم؟ فعاملين بنظريه طبعا التباعد عشان الكورونا، فواخدنا كمان على مستوى الجدول الدوري. فتقول ايه على ماتش امبارح يا وليد؟ بص يا كابتن هاني، انا من وجهه نظري ان احنا طول عمرنا، طول تاريخ النادي الاهلي، هو الطبيعي ان الناس تتكلم عليك، والطبيعي ان الناس تحاول تكسر فيك، والطبيعي ان الناس تحاول تهاجمك. انت يعني احسن نادي في القرن، احسن نادي في 100 سنه،
انت الاكثر تتويجا في العالم بالبطولات، رانكينج وحاجات يعني مش اي حد بيوصل لها. فطبيعي انا شايف ان احنا طول عمرنا السمه السائده عندنا ان هي الصمت، واحنا دايما بنقول ان الصمت لغه العظماء. يعني انت مش، انا مش محتاج ان انا اتكلم لان انا شخصيا بشتغل. يعني انت النهارده لما بتقول مثلا النادي الاهلي اتعادل امبارح، ولا النادي الاهلي مثلا بيكسب بالتحكيم، وفي الاخر انت بطل الدوري وقبليها بكذا اسبوع، فخلاص مش يعني انت دايما عملك اللي يرد مش انت. يعني انا مقتنع شخصيا بالمقوله دي. ده حقيقي، وده اللي شغاله على فكره النادي الاهلي، بس انا بتكلم على النقطه اللي هو الموضوع بقى يعني بقى اوفر قوي، والموضوع بقى ان هو كمان يعني كل واحد يبص لنفسه ويبص هو فين. يعني انا لما ابص لنفسي واشوف انا فين، يعني اشتغل على نفسي واشتغل عندي مشاكل كذا وعندي حلول كذا لازم اشتغل عليها، لكن ما ابصش لحد ناجح واقول لا ده انا لازم افشله عشان يبقى زيي. هي دي بس النقطه اللي دايما بتكلم عليها وليد، ان احنا دايما بنبص للناجح ان هو لا انت ناجح ليه، انت متقدم ليه، ده انا لازم اعمل واعمل واعمل واطلع على السوشيال ميديا حاجات، عشان للاسف الناجح دوت يبدا يبص لتحت ويبدا يتعامل بطريقتك، وبالتالي انت بتنزله او هو بينزل نفسه لمستواك. يعني دي النقطه اللي بتكلم عليها يا وليد. علشان انت حاسبها كابتن هاني زي ايام زمان، الناس اللي بتنقد تكون بتنقد باحترافيه، وغضب سهام دلوقتي عشان هي فاكره ان اللي سارق الاكونت او ان اللي عامل اكونت فيك ما اعرفوش، ما اعرفوش عشان يسرقه. ده انا مش عندي، مش عندي ولا احب ان انا يعني انتشر بالطريقه دي او اثير يعني حافظه الناس او ردود افعالهم بالطريقه دي. ما اعرفش اعمل كده، مش شخصيتي. بس انا في الجزئيه دي يا عم عايز اقول حاجه بس، ان هي دلوقتي ده بقى الناس بتعتبرها انه اكل عيش، انه خلاص هو بقى ياخد فلوس او بيسترزق من ورا الجزئيه دي. فبقى الموضوع خدي بالك يعني انا بقى لازم عايز اتكلم في الموضوع ده الاول قبل ما لو هنتكلم على الحاله الفنيه. انا طبعا الاكونت بتاعي اللي على تويتر ده فيك برضو، انا عارف ما عنديش اكونت اصلا على تويتر خالص. بس هي الفكره، ولقيت الكابتن ناس كتير بتكلمني، يعني الكابتن تقريبا كابتن خالد جلال وتقريبا كابتن كذا حد بيكلمني، وانا انت بتتكلم على اداره الاسماعيلي واداره مش عارف ايه. بس هي الفكره في ايه؟ ان الناس دي خلاص بقى ده رزق بالنسبه لهم. على فكره اللي عامل لي الاكونت يا كابتن هاني عامل للكابتن سيد عبد الحفيظ. لا ما هو بياخد مش عامل للكابتن هاني رمزي. لا ثواني بقى، الحمد لله انا بعيد عن القصه دي. الحمد لله مش عاملين للكابتن هاني رمزي صح؟ انا شفته عامل للكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن هشام حسن، لاحظت ان هي بنفس المسمى، فقلت يعني متآمر واهبل كمان. دي حقيقة. فالموضوع ده انا عايزكم تهدوا نفسكم، وخصوصا انت يا يعني كابتن وليد انا مش متضايقه، انا بس اللي ما يعنيني الناس اللي ما تعرفش سهام صالح او اللي اول مره اشوفها على قناه النادي الاهلي او ما تعرفش عنها كتير، هم دول يهموني. انا النهارده وليا الفخر على فكره ان انا قلتها قبل كده ان انا اكون منتميه لمؤسسه عريقه كبيره اسمها مؤسسة قناة النادي الأهلي أو النادي الأهلي. فأنا في ناس كتيرة جدا بقت يعني الحمد لله رب العالمين بتشوفني، وناس كتيرة قوي عارفاني. خلي بالك يا سهام، ده خلي بالك يعني زي ما أنت بتقولي، أنت بتشتغلي في كيان كبير جدا طبعا، ودايما الكيان ده زي ما وليد بيقول الكيان ده مش يعني في ناس تانية هتقول لك لا ده انا لا، ما هو انت لو مش كبيره في مكان كبير اعتقد الكلام ده ما كانش بما موجود. مع احترامي حضرتك كنت موجوده حتى في الام بي سي، قناه محترمه كل حاجه، لكن دلوقتي انت موجوده في قوي في قناه بيرصدها ملايين طبعا، ملايين طبعا القناه اللي بشتغل فيها. بس امال لو اشتغلت مدرب بقى ولا اشتغلت لا يا عمي لا ده قصه ثانيه. قول لنا بقى وليد، قول لنا الحاله الفنيه للنادي الاهلي انت شفتها ازاي؟ اكيد كان في قلق شويه من الحاله الفنيه، لكن خلينا نسمع منك رؤيتك الفنيه لمباراه امبارح. خليني اقول لك ان يعني مباراه في وسط المباريات مستر فايلر قال في المؤتمر الصحفي ان احنا بنلعب فريق كبير، وان دايما المباريات يا جماعه ما بتتاخدش من فريق واحد. صحيح. لازم كمان يبقى ليك نظره للفريق الاخر، يعني دايما المباراه بتتلعب بين فريقين. مظبوط. وهو
قال قبل كده ان انتوا لو عايزين تلعبوا مباراه من فريق واحد او مباراه يبقى فيها مكسب على طول العبوا بلاي ستيشن، ممكن في البلاي ستيشن تقدر تلعب بقى كل المباريات وتلعب بالفريق اللي انت عايزه وتكسب بيه على طول. امبارح مباراه كبيره، مباراه الاهلي والاتحاد، الاهلي ما كانش كويس امبارح، عدد كبير من افراد الفريق ما كانوش في مستواهم المعتاد، اشتغلنا على جزئيه واحده بس هي الكرات الطوليه ودي ما مش كره النادي الاهلي يعني. يعني انا ما عنديش مشكله ان انا العب كرات طوليه بس ابقى يعني محضر لها احسن من كده، لكن فكره وجود راسين حربه دي ما فيهاش حاجه، باجي مهاجم طويل وبيلعب العاب الهواء بشكل كويس قوي، مروان بياخد من تحتيه بشكل رائع، لكن امبارح كنت تحس كده ان في شويه بعد عن المستوى، مش ده مروان، مش ده باجي، حتى احمد الشيخ برضو يعني بعيد شويه، الفرقه امبارح كانت بعيد، ممكن يكون حاله مثلا عايز اخلص الدوري، عايز اكسب حتى اي مكسب بحيث ان انا اتوج بالدوري، انا شايف ان يعني الحمد لله خلاص بنسبه تتعدى 99% الاهلي بطل الدوري، فاللعيبه تلعب باعصاب اهدى من كده. طب اخر سؤال يا وليد معلش، اخر سؤال برضو فني شويه، تفضل 4-4-2 عن 4-2-3-1 ولا يعني انا بحس ان عدله النادي الاهلي في 4-2-3-1 ممكن يكون بعض الغيابات كان بيتاثر انه عايز يجرب راسين حربه، لكن انت كوليد تفضل ان عدله الملعب زي ما بنقول تكون هي 4-2-3-1؟ انا دايما كابتن هاني مقتنع بان المدير الفني بيلعب بالطريقه اللي عنده احسن ورق ليها، 4-2-3-1 بنلعبها بشكل كويس قوي، انا ما عنديش مشكله في الطريقه، عندي مشكله في ان الطريقه اللي اختارها لازم اكون الفرقه حافظاها، يعني انا لعبت 4-3-3 مثلا في مباراه الزمالك بس انا شايف ان ما كانش الثلاثه بتوع نص الملعب، وما اعرفش توافقني ولا لا، انا معاك مرتبين شغلهم كويس، يعني السوليه وحمدي فتحي وديان، انا ما عنديش مشكله في الطريقه العب 4-4 هي بس هي انت عارف يا وليد بتبقى انت حافظ مكانك بشكل كويس، العدله نفسها بتفرق بالنسبه لك، يعني دي كمان بتفرق على امكانيات، طبعا انت بتلعب على امكانيات لعيبتك بشكل كبير طبعا، مع يعني بنشكرك يا وليد جدا جدا على وجودك معانا، وان شاء الله يعني كده ناجل المباركه على الدوري ان شاء الله للمباراه اللي جايه امام مصر المقاصه ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك كابتن وليد. شكرا ليك كابتن وليد، وكان لازم طبعا كابتن وليد يدخل على يعمل المداخله دي لان نفس الاكونت دخل عليه واحد باسم كابتن وليد يرد عليا، فالموضوع اصبح شائك، وانا على فكره قررت ان انا اقدم بلاغ لمباحث الانترنت علشان تشوف الموضوع ده، ولانها مش اول مره تحصل، فده اظن من حق يعني انه يحصل في التوقيت. يلا نروح لاخبار نروح بقى المقاولين الاسماعيلي، خلص كم؟ 1-1 ماشي انتهت مباراه 1-1 نروح لاخبارنا النادي الاهلي، نروح طبعا لاخبارنا لفريقنا النادي الاهلي، طبعا حصل على راحه النهارده، راحه سلبيه من التدريبات، ان شاء الله يعود للتدريبات بكره باذن الله، استعداد طبعا لمواجهه مصر المقاصه اللي هتكون ان شاء الله المباراه يوم السبت اللي جاي ده، طبعا في الاسبوع ال 28 من الدوري الممتاز، طبعا مباراه مهمه جدا جدا وان شاء الله تكون مباراه حاسمه، يعني مش عايزين برضو يبقى الضغوط، الاهلي بيلعب دايما تحت الضغوط، لكن مباراه صعبه، المقاصه ظهر بشكل اكتر من رائع في الاسابيع اللي فاتت مع كابتن ايهاب جلال، عندها لعيبه مميزه جدا، فريق منظم بشكل كبير، لكن كل اللي مطلوب من النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي انه بينزل اول دقيقه لازم الرساله توصل للعيبه جوه لعيبه المقاصه وللجماهير ولكل الناس الموجوده ان انا نازل النهارده علشان احسن بطوله الدوري، والله اعمل ديت ودوس واضغط من قدام وطلع بلغه الكوره موت نفسك في الملعب وخلي النتيجه، انت هتعمل كده النتيجه ان شاء الله في صالحك، هنقول لك مبروك، النتيجه لسه يعني التعادل لا قدر الله هزيمه برضو هنقول لك شد حيلك واحنا معاك، هو ده اللي بيفرق، جماهير النادي الاهلي مستنيه دي، مستنيه تشوف اللعيبه من اول ثانيه بتنزل تموت نفسها في الملعب وبتقول لا ان شاء الله النهارده المباراه بتاعتي، والنتيجه زي ما بنقول كده ان شاء الله تكون على ربنا بالايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله. كان في ناس كتيره قوي كان رايها انه اللعيبه كانت مركزه انه بعد المباراه هيتم الاحتفال بالدوري وتحقيق اللقب، فايلر امبارح في المؤتمر الصحفي اللي عمله بعد الماتش ما خلص قال كلام مهم جدا ونفى الكلام ده وقال ان الفريق خلاص قفل ملف مباراه الاتحاد وكل تركيزه النهارده في مواجهه مصر المقاصه اللي جايه، ونفى ان التعادل قدام الاتحاد كان بسبب تركيز اللعيبه في انها تحتفل بالدوري،
وقال ان الاهلي في معسكر اسكندريه من 4 ايام، فما تمش خلال الاربع ايام دول التطرق او الحديث عن انه بيحتفلوا باللقب مبكرا او النهارده قدام الاتحاد. فالنهارده فايلر بينفي او بيقول عكس كل الكلام اللي اتقال من الناس اللي شافت ان اللعيبه يعني خلاص نازله تحسم اللقب امبارح. لا طبعا الموضوع ما كانش كده، لكن زي ما بنقول ان شاء الله باذن الله يعني المباراه اللي جايه تحسم الدوري بشكل كبير ان شاء الله. دلوقتي كمان معانا يعني النهارده الكابتن محمد يوسف نشر على حسابه الرسمي على الفيسبوك اتكلم عن ذكرى مباراه النادي الاهلي والزمالك، دي كانت في 2013 اللي كانت زي النهارده، وكانت المباراه في دور الثمانيه من الدوري ابطال افريقيا وانتهت 4-2 لصالح النادي الاهلي. البطوله ديت او السنه دي اللي توج فيها النادي الاهلي بعد ما فاز في النهائي على اورلاندو بايرست الجنوب افريقي بهدفين دون رد. طبعا معانا الكابتن الكبير الكابتن محمد يوسف نجم النادي الاهلي ونجم يعني والمدير الفني للنادي الاهلي في البطوله اللي اعتقد يا كابتن محمد من اعز البطولات ليك على مستوى التدريب اكيد، والنهارده ذكرى بنقول لك مبروك على بطوله افريقيا 2013. مساء الفل يا كابتن محمد. الفل مساء الفل يا كابتن هاني، بمسي عليك طبعا وبمسي على الايام. ازيك يا كابتن؟ واهلا وسهلا بيك واهلا اهلا. انا سعيد والله ان معاكم النهارده، وفعلا النهارده كان 15 سبتمبر 2013 كانت مباراه، اهم مباراه عندنا كانت في دوري المجموعات عشان تتاهل، كان هي هذه المباراه، لان طبعا كان اورلاندو بايرتس متصدرين المجموعه، وفعلا كانت مباراه صعبه جدا مع طبعا يعني منافس نادي الزمالك كان في الوقت ده برضو كان هو ليه حظوظ انه ممكن يكمل يعني. صحيح. ايه الموقف يا كابتن محمد؟ ايه اللي قلب المجريات لصالحك؟ المباراه دي هي اللي دخلتنا يعني صعدنا رسمي بالفوز بالثلاث نقاط في هذه المباراه. المباراه كانت في ملعب الجونه وكان قدام طبعا زي ما قلت لكم منافس قوي جدا نادي الزمالك. وكنتوا في رمضان؟ لا دي ما كانش في رمضان، دي الاولى هي اللي كانت في رمضان. المباراه الاولى 1-1 هي اللي كانت في رمضان. المباراه دي كانت ما كانتش في رمضان. بس طبعا نادي الزمالك اتقدم علينا بهدف اول 4 دقائق عمر جابر، ثم بعد ذلك اتعادلنا بهدف من تسديده قويه جدا لوليد سليمان، ثم بعد ذلك احمد عبد الظاهر احرز الهدف الثاني. خرجنا الشوط الاول 2-1، وبعد كده الشوط الثاني اضاف بقى ابو تريكه الهدف الثالث واحمد فتحي الهدف الرابع. رسميا صعدنا يعني صعدنا من دوري المجموعات بالفوز بهذه المباراه، وكان رصيدنا 9 نقاط. كان يتبقى مباراه لينا مع اورلاندو بايرتس لو تعادلنا فيها نصعد اول، لو خسرنا نصعد ثاني ورا اورلاندو بايرتس. اورلاندو بايرتس كان ضمن الصعود خلاص يعني، كان كسب اليوبار الكونغولي وصعد رسميا. فالنهارده طبعا ذكرى جميله جدا، ذكرى جميله ليك يا كابتن. وكمان زي ما بنقول هي دي ساعات بيبقى فيه، وانت عارف كمدير فني ان في مباراه بتحسسك ان انت لا دي طريق البطوله، حتى لو كانت في دور الثمانيه قبل النهائي بتحس ان انت خلاص انت رايح ان كسبت الماتش ده، فانت خلاص حاسس ان ديت مباراه البطوله. انا شميت بقى فعلا يعني كلامك صح بلغه الكوره، وانت عارف شميت ريحة البطولة بعد المباراة. صحيح. لما كسبنا 4-2 والمباراة دي كمان كنا ممكن نضعف الأهداف، لأن نادي الزمالك خرج بره السيستم خالص، وخرج بره النظام خالص بعد الهدف الرابع بتاعنا، كانت 4-1، فكانت دفاعاته مفتوحة، التمركزات بتاعتهم أوت أوف بوزيشن كلهم. فيوميها أنا فاكر لعبت دومينيك، رحت حطه عشان سرعاته، ودي تعليمات لابو تريكا كمان ان هو يحط له الكوره ورا فتح الله وورا الديفنس بتاع نادي الزمالك، لكن هو راح بانفرادين ما قدرش يستثمرهم، كانت ممكن تتضاعف النتيجه. صحيح صحيح. وزي ما انت قلت بلغه الكوره يعني، انت مدرب برضه وعندك فريق كبير جدا، الواحد شم ريحه البطوله بعد الفوز بهذه المباراه. بدأ عارف يعني حسيت ان هي دي خلاص الدنيا هتبدأ تيجي بقى. صحيح صحيح.
صحيح، ده طبعا من البطولات الغالية عليك وعلى النادي الأهلي حلوة. طبعا بشكل كبير يا كابتن محمد، وانت دايما من أبناء النادي الأهلي المخلصين جدا جدا، وانا عارف ان البطوله دي غاليه عليك جدا يعني، وغاليه كمان على النادي الاهلي طبعا، جمهور النادي الاهلي صحيح. لان اضفنا البطوله الثامنه، وفي نفس الوقت كمان كان الوقت ده هاني كان الدنيا صعبه جدا، ما كانش في ملاعب، ما كانش في دوري، السبونسرز ما كانوش، لان طبعا نتيجه الغاء الدوري صحيح، كان برضو يعني كان في صعوبات كتيره جدا، وملاعب برضو كانت صعبه جدا. ما هو ده كابتن محمد اللي كمان بيحل يعني البطوله حلوه، لكن اللي بيحليها اكتر ويخليها عزيزه اكتر الصعوبات اللي مرت على النادي الاهلي وعليك، فبنقول لك مبروك، مبروك يا كابتن محمد، مبروك، وان شاء الله كده كل سنه وتفتكر يا كابتن محمد بالظبط، كل سنه وانت طيب، ونفتكر وان شاء الله باذن الله بقى تبقى التاسعه اللي جايه ان شاء الله يا كابتن محمد ان شاء الله. لسه مستمرين مع حضراتكم يعني، اطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل اخبارنا.